ist mal Saaten und so. كبير الأستاذ الشاعر والمفكر الأستاذ شوقي بزير الأعزاء في جمعية الندوة القيمون على تنظيم هذه الأمسية الجهة المضيفة المتمثلة في المتحف العربي الأمريكي حضرات المهتمين بالشأن الثقافي والذائقة الشعرية الحضور الكريم يسعدني جداً اللقاء بكم اليوم في هذه الأمسية الجميلة التي تجمعنا بقامة مبدعة في المشهد الثقافي اللبناني والعربي صاحب الحضور الواثق والهوية الشعرية الفريدة المؤمن بأن الشعر متاهة عذبة تلقي سلطان نفوذها على صانع القصيدة ومتذوقها معا وتسقب الإحساس مقنعا بلغة المجاز في سياق توازنات ذكية بين الشكل والمعنى بين الصورة والفكرة فليس الشعر أن نبكي على ما ضاع من فردوسنا بل أن نضرم تحت اللغة البكماء نيران المجاز هو كالنهر ينساب بمنتهى المجدان وكامل التجدد غرف من ينابيع قريته زبقين في جنوب لبنان أو موطن الروح كما يحلو له تسميتها الكثير من الصور والأخلة التي رفضت قصائده الجميلة قصائده بجمالية خاصة ووفاء للذاكرة الأولى تدفقت مفرداته بخفة الطائر ورشاقة الماء وعمق المعاني اقترنت بالفلسفة في بعض المحطات حيث تحول الوصف إلى تأمل في الذات دون أن يتنازل عن كثافة الرمز وغنى الصورة وأناقة التعبير جمعت قصائد ضيفنا الكبير بين أصالة الانتماء والأمانة للتراث والالتزام بقضايا الوطن والإنسان والأرض والحب والمرأة وقد اختار الخروج على القصيدة العمودية متحرراً من مقاييس الوزن والقافية ليتجه نحو شعر التفعيلة اعتماداً على الإيقاع الداخلي المتماهي مع حركة التجربة ليصبح الشعر بذلك ظهيراً للحياة نابضاً بثنائياتها بتناقضاتها ومختلف أمزجتها هو باختصار حالة أدبية متميزة وصاحب مسيرة مشرفة حافلة بالعطاءات التي نعتز بها ونفتخر وقد حالفني الحظ بلقائه شخصياً اليوم لأقدم له باسمي واسم قنصلية لبنان العامة في ديترويت هدية متواضعة كعربون تقدير واحترام لأعماله التي رفضت مكتبتنا العربية اللبنانية والعربية بالكثير من الحب والجمال والإبداع. دكتور انا بخاطر انا بقول الشعر كمان مش شكرا لسعادتك